المناصير دخلت بقوة، أو بمعنى أصح أزاحت الكثير من الجراحات جانبا وحلت محلها، وكان ده له تأثير كبير جدا. أقصد بيبقى نظير البطن عشان نبقى محددين، صح؟ فعلا. يعني نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تقريبا تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن، وليه أسباب كثيرة جدا جدا. يعني احنا طبعا كلنا نعرف العمليات الجراحية، لما بنشوف عيان بعد العملية عنده جرح كبير جدا، الجرح ده هو يعني بيميزه بقية حياته، فده على طول بنعرف انه عمل عملية جراحية. طبعا اول حاجة للعيان من الناس بيشوف الفرق ما بين مناظير ما بين الجراحات التقليدية ومناظير البطن هو الجرح، وهو ده اللي باين من بره، وده اللي كثير من الناس ده اللي بيهمهم ان الجرح ده هو طبعا بقى بجرح صغير جدا او يكاد يكون غير مرئي، فبالنسبه له هو ده الفرق ما بين الاثنين. لكن حقيقه ده الفروق البسيطه جدا، يعني ده الجرح اللي هو اللي بتاع العمليه، بكل عمليات الكلى بيبقى الجرح بتاعها جرح كبير جدا، ومشاكل الجرح الكبير ده هو انه ممكن بيكون معرض لالتهابات، ممكن يكون معرض لفتق جراحي بعد كده. هو طبعا لما نقارن الكلام ده هو بجروح المناظير، يعني الواحد بيشوف الفرق فعلا. جروح المناظير جروح مختلفة يعني. طبعا يعني أكيد أكيد جرح بسيط جدا جدا يعني. بالظبط. هو المناظير هي بنعمل نفس العمليات الجراحية بالظبط، بس من خلال إخرام صغيرة جدا، جروح صغيرة جدا لا تتعدى نص سنتي، جرحين أو ثلاثة، أو في الجراحات المناظير الحديثة بتبقى جروح أصغر كمان. ده بنوريك إن الناس هما بيشتغلوا بيكون من غير فتح جراحي خالص في البطن من خلال اللي هي الجروح الصغيرة جدا دهيت. ده شكل المناظير. لكن ما هوش ده الفرق الوحيد الصراحة. لا، الفروق تانية كثيرة جدا. عدم تعرض الأجهزة الداخلية لجو غرفة العمليات ده بيخلي المريض بعد العمليات بيبتدي يرجع بسرعة جدا لطبيعة الحياة، ما الأمعاء والأجهزة الأخرى ما بتتأثرش بالمناظير بالجو لغرفة العمليات. دي زي ما احنا شايفين هوت يعني جروح صغيرة جدا بتاعة المناظير البطن، احنا حاطين أسهم هوت لأنها مش باينة حتى بعد مثلا شهر شهرين خلاص ما بقتش باينة. باشا كان المفروض الصورة تطلع من غير أسهم. صحيح، ما كانش هتبان خالص. لكن الفروق ما بتوقفش عن هنا. مناظير البطن ممكن احنا نستطيع تكبير بيها الأعضاء 5-6 مرات. العيان بسرعة بعد كده بعد ما بينزل في نفس اليوم بيقدر ياكل، بيقدر يتحرك، بيرجع لشغله في خلال أيام بسيطة جدا، بالمقارنة بالجراحة التقليدية بياخد وقت كبير جدا عشان يقدر يرجع لحياته الطبيعية. بالإضافة أن التكبير اللي بيحصل مع جراحة المناظير ده بيخلي فقدان الدم أقل كتير جدا من الجراحة التقليدية، بيخلي كمان الأعضاء أنها ترجع لطبيعتها وعملها الطبيعي أسرع كتير جدا، كمان بيخلينا أدق كتير جدا من الجراحات التقليدية، فعشان كده المضاعفات بتبقى أقل كثير.